30,000 سجين سياسي قتلوا في مجزرة عام 1988. تقول المعارضة الإيرانية التي تحيي ذكرى المجزرة في 20 مدينة وعاصمة أوروبية بينها لندن إن أعدام الضحايا جاء تطبيقا لفتوى الخميني مؤسس نظام الملالي بسبب دفاعهم عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وعن طريق محاكمات لا تستغرق أكثر من بضع دقائق. يشير بيان للمعارضة الإيرانية أن منظمة العفو الدولية حذرت مؤخرا من محاولات النظام تدمير أدلة عن هذه المجزرة. 5 من عائلتي قتلوا على يد هذا النظام في المذبحة التي وقعت عام 1988. أتمنى محاكمة هؤلاء المجرمين في المحاكم الدولية. إحياء الذكرى يأتي في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات المناهضة للحكومة طوال الأشهر الثمانية الماضية وأقلقت مستقبل وجود النظام. الوضع في إيران متفجر والاحتجاجات مستمرة. غالبية الإيرانيين عازمون على إسقاط نظام الملالي الدكتاتوري، فلم يجلب شيئا لهم سوى البؤس والإعدامات. ويصف مسؤولو المعارضة الإيرانية المجزرة بأنها واحدة من أكثر الجرائم فظاعة ضد الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، بينما العديد من مرتكبيها يشغلون حاليا مناصب عليا في النظام. يدرك هؤلاء أن تجمعهم ربما لديه تأثير محدود، لكنه يأتي ضمن سلسلة متواصلة من محاولات التأثير لإضعاف النظام الإيراني بالتزامن مع احتجاجات شعبية يعول عليها الكثيرون لأن تكون الشروع في إسقاط النظام. عمر شاكر، قناة الغد، لندن.